السلام عليكم الناس الزوينين، كي دايرين؟ نتمنى اموركم تكون مزيانه وكل شيء بخير وعلى خير. شحال هدي ما حطيت شي فيديو، صراحه ما كانش عندي الخاطر مع قاعد الاجواء اللي كنعيشوها وهاد الاحداث، الله يفرجها على الجميع ان شاء الله يا ربي. وجيت وجبت لكم فلوغ، كيف كتشوفوا الدنيا مشمشه وزوينه، جبت لكم فلوغ من جوره اللي كنت درت في الصيف، وغادي نشارك معكم اليوم واحد الجولة درناها في ستي فاطمة. يعني طلعنا حتى الجبل ديال ستي فاطمة. انا الصراحة ما قدرش نطلع حتى الشلال الفوق حيت راه بعيد بزاف، وماشي غير البعد ولكن راه الطريق باش توصلي مكرفصة، يعني راكم عارفين الجبل كيفاش كيكون تما، والناس كتار والطريق ما مقاداش وتقدر تزلق بيك الارض. مهم طريق مكرفصة راكم غادي تشوفوا شويه صعبه، يعني الناس اللي مولفينش كيتمشاو بزاف ومولفينش كيطلعوا هكا في الجبال وهذا غادي يجيهم قاصحه بزاف. يعني انا وصلت غير لواحد المرحله، كان باقي غير شي شويه الصراحه باش نوصلوا للشلال، ولكن بقوه الزحام وبقوه ان الطريق صعيبه ما قدرتش، وبيني وبينكم ضروني رجليا ما قدرتش، واخا زعما كنت مشيت لابسه الباس مخصص حيت عارفه راسي غادي نتمشى، ولكن الصراحه ما قدرتش وعييت. يو حطيت الرحال ديالي وجلست تما. مهم انا غادي نشارك معكم هنايا كل شيء اللي شفنا تما، والصراحه المناظر فنه، وحتى الطريق كلها كتلقى الناس كيبيعوا هذوك لي زاكسيسوار اللي مصايبين باليد، كاين اللي كيبيع العصير، كل شيء المناظر. مهم انتم كل شيء غادي يبان لكم في الفيديو. والماء كان متلج، سبحان الله الماء تلج. يعني حنا فين فاش وقفنا في داك البلاصه اللي ما قدرناش نكملوا من وراها، من وقفنا كانت ما بين سوق الشلال نازل وهذا، كاين واحد شويه ديال الماء كيهبط، وهذاك الماء راه بحد ذاته بحال التلج سبحان الله العظيم. وتما فين ارتاحينا شي شويه، يعني قدرنا ان نحيدوا السبرديلات ديالنا ونخليو رجلنا شويه يرتاحوا ويتنفسوا. المهم ما نزيدش نطول عليكم ونخليكم تستمتعوا بهاد المناظر، واللي ديجا مشى لتما يشارك معايا الاكسبيريونس ديالو تما، التجربه ديالو اللي دار فاش طلع للجبل ديال ستي فاطمه، ويخليه لي في لي كومونتير. ونتمنى ان لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم، وانني نكون وصلت لكم واحد شويه من الاجواء اللي كتكون تما والمناظر الزوينه الصراحه. وما تنساوش انكم تخليوا لي واحد لايك كبير وتبارطاجيو لا فيديو مع اصدقاء ديالكم باش هكا يشوفوها الناس كتار، وتقدر انها تبان للناس اخرين اللي تكون عندهم رغبه انهم يزوروا هذاك المكان. وخليتكم على خير وفرجه ممتعه، وسلام عليكم. Thank you.